امرأة قدمت من سوريا وكانت في آخر أيام الحيض، وعندما وصلت إلى الميقات اغتسلت وأحرمت من الميقات، وعند وصولها مكة رأت الدم مرة أخرى فظنت أنه فسد إحرامها ويجب أن تحرم من جديد جهلا منها بالحكم، ومن ثم بعد أن طهرت حصل الجماع مع الزوج قبل أن تؤدي العمرة، ومن ثم ذهبت إلى التنعيم أحرمت من هناك، طافت وسعت وقصرت، ماذا يلزمها جزاكم الله خير وهي تجهل الأحكام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحيض لا يفسد الإحرام، تبقى على إحرامها ولو كان عليها الحيض، فإذا طهرت واغتسلت تؤدي العمرة. وكون هذه المرأة توهمت أن الحيض أفسد إحرامها هذا لا يبطل الإحرام، هي لا زالت محرمة، وكون زوجها بعدما اغتسلت جامعها هذا خطأ، لأنها جامعها وهي محرمة، ولا يجوز الجماع في حالة الإحرام، هذا خطأ، وهذا الجماع أفسد عليها عمرتها. فالواجب عليها أنها مضت فيها وطافت وسعت قصرت وهي فاسدة، ثم تتحلل من الإحرام، ثم تذهب إلى الميقات الذي أحرمت منه بالأول، تحرم بعمرة جديدة قضاء للعمرة الفاسدة، ثم تؤدي عمرة صحيحة، ثم تذبح شاة كفارة عن الجماع. إذن يجب عليها ثلاثة أمور: أولا المضي في عمرتها الأولى وإكمالها ولو كانت فاسدة، ثم تذهب إلى الميقات الذي أحرمت منه بالأول، تحرم بعمرة جديدة بدلا من العمرة التي فسدت بالجماع، ثم تؤديها وتذبح شاة كفارة عن الجماع في مكة وتوزعها على فقراء الحرم، وإن كانت لا تقدر على ذبح الشاة لفقرها أو عدم تمكنها من شراء الشاة فإنها تصوم 10 أيام بدلا من الذبح. نعم، لكن هي تقول إنها ذهبت إلى التنعيم وأحرمت، يعني بعمرة ثانية تصحيح للأولى، إحرامها من التنعيم هذا غلط، لأن الواجب أنها ذهبت إلى الميقات، ولكن كونها أحرمت من التنعيم يوجب عليها فدية ثانية، يوجب عليها فدية ثانية لأنها تركت الإحرام من الميقات الذي أحرمت منه بالأول، يكون عليها فدية عن ترك الإحرام من الميقات وفدية عن الجماع، فديتان. إن كانت لا تقدر فإنها تصوم عن كل فدية 10 أيام، فيكون عليها صوم 20 يوما عن الفديتين. نعم.